أهلا بكم من جديد دكتور رفعت. يعني البعض يقول أن هذا قرار إداري لا قيمة له، قرار إدراج الجماعة كتنظيم إرهابي لا قيمة له على الإطلاق، وكان لازم يصدر أساسا بقانون. الحقيقة أنه كل من تحولوا إلى المحاكمة أو تم التحقيق معهم كانوا ارتكبوا جرائم، يا إما تحريض يا إما ارتكبوا جريمة من جرائم العنف أو مثلا الحض على العنف وما إلى ذلك. لكن التنظيم نفسه ما كانش جرم، وما اقدرش اجرم التنظيم بقضيه، يعني ما اقدرش حكم قضائي اصله بتجريم التنظيم، لانه انا اللي جرم التنظيم هو السلطه السياسيه بقرار سياسي سيادي ويقول ان دي منظمه ارهابيه. يجيب الكلام ده منين؟ من مجمل الاعمال. مثلا ما حدث في الاتحاديه، ما حدث في المقطم، حدث في رابعه، ما حدث في رابعه، ما حدث أمام الحرس الجمهوري، أمام الحرس الجمهوري، كل ما تفوه به أعضاء هذا التنظيم من تهديدات. وبعدين قضية التخابر، ودي الحقيقة وزير الدولة للعدالة الانتقالية اللي هو المستشار أمين بليك المهدي قال إيه بقى؟ قال إن إحنا استندنا إلى حكم محكمة الجنح في الإسماعيلية اللي أصدره المستشار خالد محجوب، وبناء على هذا الحكم ايه؟ قال انه حصل اقتحام للسجون، حصل اقتحام للاقسام، وانه اللي قام بهذا العمل هو افراد من الاخوان ومن حماس. وبالتالي انا عندي حكم صدر واحاله المستشار خالد محجوب الى محكمه، الى النائب العام، لكي يحيله بعد ذلك الى محكمه الجنايات. دي كلها دلائل. فاذا من مجمل هذه الاعمال اللي قام بها الجماعه والقضايا اللي رفعت ضدهم، و استطاع المجلس او مجلس استطاع مجلس الوزراء او الحكومه ان يصدر هذا القرار. الكلام ده ما بيحصلش في امريكا، امريكا بتصدر القرارات بتدين بيها. يعني حتى على المستوى الدولي انا عندي مجموعه من المنظمات الارهابيه صادر بيها قرار مش حكم محكمه. يعني مثلا عندنا تنظيم القاعده على قاعده، عندنا حماس، جماعه ابو سياف في الفلبين، حركه ايتا الانفصاليه في اسبانيا، بوكو حرام في نيجيريا، حزب الله في لبنان، شباب المجاهدين في الصومال، بدر ماينهوف في المانيا، وعندنا القائمه بتاعتنا والالويه الحمراء في اليابان. كل هذه المنظمات أدرجت على قائمة الإرهاب العالمي من مجمل الأعمال اللي ارتكبوها. فهذا قرار لا يمكن أن يكون، لأنك أنت هنا بتجرم التنظيم نفسه، بتجرب الانتماء إليه. هنا كل المنتمين للتنظيم هم يعني إرهابيون، ولا هنعمل قائمة فقط بالقيادات وبمن ارتكب العنف ومن ثبت عليه العنف؟ كل من ينتمي للتنظيم يبقى ارتكب جريمة. وهقول لحضرتك، إنشاء أو تأسيس أو تنظيم أو إدارة التنظيم الإرهابي على النحو الذي نص عليه المادة 86، يعني إنشاء أو تأسيس أو تنظيم، دي جريمة. تولي زعامة أو قيادة التنظيمات الإرهابية، دي جريمة. الانضمام إلى أحد التنظيمات الإرهابية المشار إليها في المادة 86 اللي هي بتسعى إلى العنف، دي جريمة. يبقى أنا مش محتاجة تعديل في القانون، ومش محتاجة لا تعريف تاني للتنظيم. عندي كمان إجبار الأشخاص على الانضمام إلى التنظيمات الإرهابية. طب ما ده كان موجود قدام الحكومه، امال ما شافتوش ليه؟ ما شافتوش ليه؟ لا شافته، بس ايه؟ ما كانش عندي ما يفيد ان جماعه الاخوان كل ده جماعه ارهابيه. وبالتالي الاعلان مهم عشان اقدر اقول ايه؟ انه زعيم هذه الجماعه ارهابي، يبقى ارتكب جريمه. يبقى بديع هنا بتضاف اليه جريمه، ومنصب تضاف اليه جريمه، تضاف اليه جريمه، والبلتاجي وكلهم كلهم. وانه اي اشخاص انضموا الى هذا التنظيم، يعني الدعوه الى الانضمام لتنظيم الاخوان ده جريمه في حد ذاته، ومن انضم يعتبر ارتكب جريمه. طيب في عندي حاجه مهمه برضه، السعي لدى دوله اجنبيه او منظمه ارهابيه يقول مقرها خارج البلاد، دي جريمه. حماس هم هو ده هم بالظبط. التعاون عليهم، التعاون او الالتحاق باي منظمه ارهابيه يقول مقرها خارج البلاد، دي جريمه ثانيه. يعني ايه؟ السعي لدى دولة من التنظيم اللي عندنا، او التعاون مع منظمة تانية. يعني اذا تعاونت مع منظمة اخرى، وده ينطبق على حكاية حماس. يعني انا النهاردة بتعاون مع منظمة ارهابية اللي هي حماس لفتح السجون وغيره. بالظبط. داليا، ايه الوثائق الاخرى اللي عندكم في تمام؟ هو الحقيقة في حاجتين مهمين
يعني نعلى بقى بالمستوى شويه، هنخبط في رؤساء الدول. في الاول كانت وثيقه ليها علاقه بقطر، وحاجه كده لتطلع لاحداث شراكه ما بين امريكا وقطر، وده حصل في لقاء في مايو، في اواخر مايو 2011، بعد طبعا ثورات الربيع العربي او في اثنائها الحقيقه، الموجه القويه اللي حصلت في العالم العربي. وكانت امريكا وقتها بتدور على شريك لها في العالم العربي، لان حالتها الاقتصاديه كانت سيئه جدا، وما عندهاش الفلوس اللي تقدر تغامر بيها نفس المغامره اللي عملتها في افغانستان او دول تانية وقد لا تؤتي بنتيجه جيده. ففي معانا وثيقه عن الحقيقه دي، يعني اشكر زمايلنا اللي في الامارات اللي بيشتغلوا معانا في الحمله، لان هم اللي جابوها، عن محضر اجتماع ما بين ولي العهد وقتها اللي هو كان تميم، والضيف بتاعه اللي هو كان لينسي جراهام السيناتور الامريكي، وكانوا بيتناقشوا عن الوضع في العالم العربي بوجه عام، والجزء اللي يخصنا في مصر كانوا بيتكلموا فيه عن انه لازم تحصل شراكه ما بينهم هما الاثنين كامريكا وكقطر. حتى يعني هو قالها بالنص كده، قال انه احنا عايزين نأثر على مجريات الاحداث في مصر، لان كل ما يحصل في مصر سيكون له تأثير على سوريا وليبيا وايران والجميع. ده سنة كام؟ ده سنتور في 2011 في شهر 5. جريم سنتور معروف وجاء مصر بعد كده بالزبط. الجولة اللي عملها في الشرق الأوسط، وقال انه بيعترف بالجهد الكبير اللي بتقوم بيه قطر بقالها 6 شهور من ساعة يعني ما اندلعت ثورات الربيع العربي، خصوصا في الشأن الليبي والإصلاح السياسي والديمقراطي والشفافية. وبعدين قال انه تحدث مع كيري بشأن مصر وحاجتنا، قال كده حاجتنا لشراكة في مصر. في مصر ليه بقى؟ لأن الدول الديمقراطية لا تدخل في حروب مع بعضها، هو قال كده، لذلك أتطلع لشراكة لأمريكا مع قطر، يقصد في مصر يعني، مقابل كل دولار نضعه كأمريكان تضعون 10 بالمقابل، وكلانا نتفق على أن المبالغ يجب أن تسلك مسلكا صحيحا لمساعدة الشعب وإعادة الإصلاح، تكون شركة تتزعمها قطر ماليا. وهنا أظن أن قطر ابتدت تدخل لتاني مرة في الخط بتاع الإخوان او دعم الاخوان. اللي حصل اول مرة دخلت فيها كان في سنة 91، ده لما حصل الخلاف. اغلب الحقيقة الاخوان اللي كانوا جوه مصر كانوا متركزين في السعودية، لغاية ما جت حرب الخليج في 91، وحصلت حالة كده من الخلاف ما بين فعلا نروح نحارب كتحالف عربي ضد العراق ولا لا. السعودية كان موقفها ان مع والاخوان كانوا شو عايزين اخوان، وطلعوا فتاوي وكده فطردتهم السعودية. صحيح. بسبب طبعا الخلاف التاريخي ما بين قطر والسعودية، قطر لقيتها بقى الفرصة العظيمة جدا انها تغيظ السعودية، تاخد بقى كل الاخوان عندها. في الوقت ده كمان اللي انتقل فيه القرداوي مثلا من مصر وراح هناك اخد الجنسية القطرية. يعني كانت حاجة تاريخية يعني، وتوالت الأحداث من هنا. فدي أعتقد أنه ده اللي خلى قطر دلوقتي بعد ما تفتح لها باب الشراكة مع أمريكا من أجل دعم الإصلاح في مصر، أن هي تقدم الإخوان كطريقة للإصلاح. وما ننساش الجملة الشهيرة اللي قالتها الخارجية الأمريكية في 2012 قبل الانتخابات الرئاسية على طول، لما قالوا سنكون راضين لو تم انتخاب بالزبط. الإخوان بالزبط. كلمة راضين will be satisfied. يعني اللي هو كان تعبير غريب جدا بس دلوقتي اتفهم. طيب اسمحوني نخرج فاصل اخر، وبعد الفاصل نرجع تاني للدكتور ونسأله عن الامم المتحدة، كيف التحرك في اتجاه الامم المتحدة، ونسمع اخر تفاصيل الوثائق ايضا مع داليا زيادة.